كثيرا ما نسمع عن الحركة الوهابية ونجد وجهات النظر مختلفة بين مرحب بالفكرة وبين معارض ومنتقد لها، وكثيرا ما نسمع عن إتهام البعض لمحمد بن عبد الوهاب بالتكفير والخروج عن الدين القويم ونهج منهج آخر مخالف لكتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا الموضوع مثير الجدل وسيظل قائم، لكن في هذا التقرير نرصد بعض الحقائق التاريخية ونسلط الضوء على أفكار يمكن أن تعيد نظرك عن الحركة الوهابية ومؤسسها محمد بن عبد الوهاب. المولد والنشأة هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن بريد بن مشرف. والده كان فقيه ديني كبير، وكان يعمل قاضي في مدينته العيينة. ولد محمد بن عبد الوهاب عام 1115 هجريا 1703 ميلاديا في نجد، تحديدا في مدينة العيينة، وكان والده هو المشرف على تعليمه، فعلمه قراءة القرآن الكريم في سن صغير والتفقه في أمور الدين. البحث عن العلم ومحاربة البدع لم يقف محمد بن عبد الوهاب عند هذا الحد، فلما وصل سن البلوغ زار البيت الحرام وحج، وهناك زاد من علمه على يد علماء ومشايخ الحرم الشريف. بعد ذلك ذهب إلى المدينة المنورة رغبة منه في زيادة علمه، وبعد مدة أقامها في المدينة وأخذ علمه فيها عن علماء كبار هم الشيخ عبد الله النجدي والشيخ محمد السندي. بعد ذلك ذهب إلى العراق وتعلم على يد علماء البصرة، وبدأ الإمام محمد في مدينة البصرة يناقش ويحاور الناس والعلماء في أمور الدين، ويدعوهم إلى التمسك والالتزام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك ذهب إلى عدة أماكن إلى أن استقر بمدينة حريملاء في عام 1140 هجريا، وظل يقوم بدوره في الدعوة وتعليم الناس أمور دينها في مدينة حريملاء، والتزم بدعوته إلى وفاة والده عام 1153 هجريا. والحقيقة إن الشيخ في حريملاء تلقى انتقادات لازعة وصلت إلى درجة البغض والحقد والكراهية من جانب بعض الناس، ثم ذهب إلى مدينة العيينة ورحب به أميرها وهو عثمان بن نصر بن معمر، وهناك انشغل الشيخ محمد بالدعوة إلى الحق والخير وإبعاد الناس عن البدع والشرك والمحرمات، وذاع صيته لدرجة إن الناس كانت تأتي إليه من قرى وبلدان مجاورة حتى يتعلمون على يده. ولكن طلب أمير الأحساء سليمان بن محمد الحميدي بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يخرج من العيينة، ويذكر أن هذا الأمير كان له نفوذ كبيرة في الجزيرة وأجزاء من العراق وغيرها، بحجة إن الشيخ محمد يثير الناس ضد الأمير سليمان. وعلى غرار أمير الأحساء قام رئيس القبائل الموجودة في أطراف العيينة سليمان بن شامس بالتحذير من الاستماع للشيخ محمد بن عبد الوهاب أو إن يكون له مكان يعيش أو يسكن فيه، بل بدأ يهدد أهالي المدينة بغزوها، وانتهى الأمر بخروج الشيخ محمد من العيينة عام 1158 هجريا 1745 ميلاديا. المحاربين للدعوة والفكر الوهابي بعد شهرة الشيخ الواسعة بدأ يظهر مخالفين له ولدعوته، فمنهم من عاداه خوفا من ذهاب المنصب وخوفا من أتباع الحركة، ومنهم من عاداه بحجة إن التوسل بالصالحين والتضرع لهم والتوسل بالأضرحة شيء مشروع. وفي المقابل كان الفكر الوهابي ينكر هذا عليهم ويروى ضرورة الجهاد ضد هذا الفكر ومحاربته، ومنهم من عاداه بسبب جهل من عنه، بل مجرد كلام يسمعوه عنه بالسوء إنه يعادي الصالحين والأنبياء وينكر كراماتهم، فبدأوا ينفر الناس من دعوته ويبعدوهم عنها. سبب دعوة محمد بن عبد الوهاب. قبل ما نذكر نشأة الحركة الوهابية لابد من معرفة ما هو السبب في نشأتها، ولماذا نشأت في هذا الوقت خصوصا، وما هو الوضع البلاد حينها. والحقيقة إن الناس في هذا الوقت وصل بها الحال لدرجة كبيرة من البعد عن الدين وظهور الكثير من البدع والشركيات مثل عبادة الأموات والتضرع والتوسل بالأضرحة وتقديم القرابين لها وغيرها من الأمور المخالفة لشرع الله. فكان دور الدعوة والهدف منها هو البعد عن كل تلك الشركيات والبدع وهدم القباب التي كانت تقام على هذه الأضرحة، ولأن الفكر الإسلامي لا يقبل التوسل والتضرع والخشوع لغير الله، ولم يقبل طلب العون والمدد من أحد غير الله. فقال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، وغيرها من الآيات التي تتحدث عن التوحيد وعدم الشرك والاستعانة بالله.
نشأة الحركة الوهابية. بعد هذا وصل الشيخ لمدينة درعية، حيث وصلت شهرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هناك، وكان له مؤيدين وأنصار كثير بها كانوا يتعلم من الشيخ في العيينة، وكان منهم ثنيان ومشاري أخوات الأمير محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى، الذي كان أمير الدرعية في هذا الوقت. واستقبل استقبال حافل. بعد ذلك اتجه الشيخ محمد لدار أحمد بن سويلم العريني وأقام هناك. بعد ذلك ذهب الأمير محمد بن سعود لدار أحمد بن سويلم من العريني مكان إقامة الشيخ محمد، وهناك تحالفوا على الرجوع إلى الدين الصحيح والبعد عن الضلالات والبدع والتقرب من القبور والرجوع لكتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم من غير تحريف أو تمييع للدين، وإنهم يخرجوا المسلمين من الظلمات إلى النور بإذن الله. وبعد ذلك سكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في منزل قريب من مكان الأمير محمد بن سعود، واستمر الشيخ محمد في دعوته في الدرعية، وظل يفقه الناس في دينه ويعلمهم القرآن الكريم والسنة، وبدأ الناس يذهبون للشيخ من كل مكان. رفع راية الجهاد. بعد ذلك جاءت مرحلة الجهاد بداية من عام 1158 هجريا، وبدأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب مكاتباته للمدن والبلاد بالبعد عن الشرك والبعد عن التقرب من القبور وغيرها من الأمور الشركية، وبدأ في أول الأمر بمكاتبة أمراء وعلماء مدينة نجد، وكتب بعد ذلك لعلماء الرياض وعلماء الحرمين الشريفين وغيرها، ولم يكتفي بذلك بل تعد حدود الحجاز، حيث وصل لمكاتبة علماء مصر والشام والعراق والهند واليمن وغيرهم. والحقيقة إن مرحلة الجهاد لم تكن بالسيف فقط، لا كانت أيضا بالكلام والبيان والحجة والبرهان. أبرز مؤلفات الشيخ: كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب عدد كبير من الكتب، ومن أهم هذه الكتب كتاب التوحيد الذي يدعو فيه الشيخ إلى عبادة الله الواحد الأحد والالتزام بكتابه وسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم والبعد عن الشرك، بالإضافة إلى كتاب كشف الشبهات وكتاب تفسير سورة الفاتحة وغيرها الكثير من المؤلفات التي كتبها الإمام محمد بن عبد الوهاب. وفاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. بدأ الشيخ دعوته وجهاده منذ عام 1158 هجريا بمعاونة آل سعود وأنصارهم، انتهى بوفاته عام 1206 هجريا بعدما انتشر الفكر الوهابي في شبه الجزيرة العربية والبلدان المجاورة، وأخذ العلماء يتأثر بها سواء في مصر أو العراق أو الشام وغيرها من الأماكن القريبة. وفي نهاية الفيديو لابد أن ننوه إن إلى اليوم الفكر الوهابي ما زال محل جدال وانتقادات، مثل ما ذكرنا في البداية ما بين مؤيد للفكر ومعارض له. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.